في الوقت الذي يستعد التلاميذ والآباء لموسم دراسي جديد، كما جرت العادة، تقوم دور النشر بتحضير برامجها وطبع الكتب المرافقة للكتاب المدرسي تحسباً للموسم الجديد. تزامناً مع الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي وحتى الدخول الثقافي، حيث نكون في حالة عمل دائمة مع الأساتذة والدكاترة وحتى الكتاب لتحضير مجموعة كتب في مختلف المجالات، منها الدراسية للطلبة الجامعية وشبه الدراسية وحتى الروايات والقصص والشعر. كتب وملصقات وحوليات بمنهجية البرنامج الوزاري، كلها مطبوعات جديدة تعرض في الأسواق، لقيت تجاوب الكثير من العائلات. لسنا في فترة راحة صراحة، ونحن نحاول بكل جد وجهد أن نقدم أفضل ما يمكن، مادة أدبية وعلمية ثرية ودسمة للطلبة وللقراء بصفة عامة. ليست ممارسات مناسباتية فحسب، بل تستمر عملية الإنتاج خلال العام الدراسي، وتبقى قيمة المعلومة وجودة الصورة مسؤولية الناشر.